السلام عليكم. انا وسهلا محمد احلاقاش فائل جامعة محمد كاتب من منطقة تلت غسد ولا السنة نخدم حوكن علي نتحول تنبي اشكو ادراس سكان ادوار قيس كران دي بخوين ما يسمى بالحشرة القرمزية ضرامي تنم بزاف قيس تفوق نتكر الحشرات اركش من ستيكم ما نطارد الماكلة. المهم قيس تعانين من تنم بزاف لي دا متنو دوار مون تنالك مرنس كريو كناريات اتفقنا يتو دوار بانه الحل الاخير انه اي بيو كناريات اش كو يموت بعدا ارت كلو الحشرين افلا استهجم او كنا حكو اللي يموت غير نتفق مون الشباب يحني تحول لي قيس خدمنين ما شاء الله تيرز القربات نسالا نبيت كلو واللي يقورن واللي ينشفنا تيرز نحرق واللي سول زكزاونا تنتجا كنا حيقور ان شاء الله بس تنحرق نتمنى ان شاء الله ان توفق المهمات وتبارك الله علينا. تسير مية ولا ريال هاتي تبين ما داون الشكر عمو سلمى يزي عمو سلمى ايه دلالي مش لقاتون واه تخدم محر رمضان ديما ديما اليوم الثامن هذا الثامن على التوالي هادشي كله مشوك دير يديك صافي مزيان صافي غني دا او كيس تاع جاي صافي صافي انا راه نتاع هي فينا الارض ناس صافي الارض ناس ناس كيجي غير عشان لا هو انا فوالا كيف ما كتشوفوا معايا هنايا يعني هذا هو ديك الورقه ديال الصبار الكبيره ها الحشره القرمزيه هي هذا الغبار الابيض هذا القطن هذا هو داك هنا فين كتعشش ديك الحشره القرمزيه دابا هذه كلهم راه عباره عن فيهم حشرات اللي كيطيروا من بعد واحد المده ومن بين هادو استجابة اللي قضت عليه ملي كتمتص لان دابا هاد الحشرات كدير كتمتص الماء من هذا دابا الا شفنا هذا مازال خضر هنايا كيكون في الاول هكا والبلاصه اللي كتحط عليه كيولي هكا اللون ديالو هكا هاد رمادي داكي وغادي وكيتمشى مع هاد اللون هذا حتى كيولي كاملو بحال هكا شوف دابا هذا كيولى دابا راه مات صافي دابا هذا راه ما عادش يمكنش ينبت مازال وها هي هنا دابا هي دابا هذا راه البلاصه كاع اللي تحطط عليها هو شو اللون ديالو ها هو الفرق اللون الاصلي ها اللون بعد ما تحطط عليه هذه الحشره هذه كيف ما كتشوفوا راه كاملو كيموت وكيتساقط ها هو كاملو دابا هذا كاملو كله مصاب كله عمرو بهذه الحشره هذه البيضاء ها كل شيء الله دابا المشكل حتى ملي كتنبت سي ورقه جديده كينتقل لها عاوتاني العدوى فوالا البلاصه اللي تقطعات اللي درنا ليها الاكتساحيه هذه هاد البلاصه كيفاش نتعاملوا معاها دابا نخليوها ان شاء الله حتى يدوز عليها الصيف والحراره باش تكرم ان شاء الله نقوم بالحرق ديالها نجمعوا هادشي كاملو ونحاولوا نحرقوه ان شاء الله باش نتخلصوا منه
ونستغلوا هذه المساحه هذه كما كتشوفوا ستي المساحه كي دايره هنايا في الارض تبارك الله خصبه ومزيانه. وشد هذا الصبار هذا واحد الطريقه اللي هي عشوائيه وما يمكنش تدخل ليه الا كان هنا هذاك الكرموس انا ما كتستفز منه 100% كتحيد داك الكرموس اللي كاين في الجانب هنايا هذا اللي كاين الداخل ما يمكنش تحيدو لانك كاين في المنع في واحد البلاصه اللي هي صعيبه ما كيمكنش تدخل هنايا. دابا هذه الا كان هاي تزرع يتزرع بواحد الطريقه اللي هي نقيه يدير واحد الصف مثلا هنايا وتخلي واحد المسافه واحد المسافه ودير عاوتاني صف اخر باش حتى من بعدين عطى الغله كتستفز منها 100% كتحيد داك اكناري ولا ديك الحبه ديال الصبار كتحيدها كلها. يلا تبارك الله عليكم نتمنى انني نكون فيدتكم في المعلومات اللي عطيتكم على هذا الصبار هذا في الطبيعه هذه في هذه البلاصه هذه الرائعه جدا بين هذه الجبال جبالي تسجلت اقليم شتوكا اتباها. هنايا كيف كتشوفوا تمت العملية بنجاح صافي سير ساليناه تبارك الله تبارك الله على الشباب هما المطارين بس كنا خدامين شوف 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 هو على شكل فيسبوك الخنزار شوف تهرج ها ها صار ما صار حتى هو يهرس حتى هو ها راه سعيد بعد الاسلحه اللي بقات مازالت ما صالحه ها الشقوريه هادي ها الشقوريه الثانيه اي المنشار والمنشار وديك والبالا ديك الجهاز العجيب حتى هو السيف ديال النينجا والبالا هذا ديالي هذا هو باش كنخدم انا شي واحد بحال هذا البالا حتى هي عندها واحد الدور مهم ما تقولش اش كنديروا بالبالا راه كتقطع وكتهز وكتجر هذا الغنجو وهذه سميتها المدرة هذه حتى هي كت جواد كنجرو بها تبارك الله علينا حنايا بعد ما سالينا الخدمه في هذه البلاصه هذه بقات لينا بزاف ان شاء الله هنا واقيلا غادي تسالي لا فيديو ديالي ان شاء الله الا كانت ما جات شي حاجه ما نزيد نزيدها ما كانتش راه تكون المهمة ديالنا سهلات وتبارك الله علينا المغرب ودن حنا مازالين على برا